جاهز؟ فنانة الكبير الأستاذ فوزي أبو لوزي، أهلا وسهلا فيك. مرسي، تسلمي. أهلا بالمتأهل، يا أهلا. فوت بالموضوع. وينك؟ وينك يا أستاذ وينك؟ فنانة الكبير، الجمهور مشتاق لك كتير كتير. أي وأنا كمان مشتاق له، ولكن أنا بحب غيب غيبات لأنه أنا بركز على أعمال قوية متفجرة ضاربة، يعني بحب أنا ركز على النوعية مش على الكمية. يعني يمكن أعمل أغنية كل 5-6 سنوات، يمكن أعمل 10 أغاني باليوم، يمكن أعمل إشياء مثلا ما تخطر على البال، ولكن جمهوري بيلحقني لو شو ما عملت. مرة نزلت في مرة نزلت سي دي فاضي اشتروه، كاتب عليه اسمه فاضي واشتروه. ليش؟ ليه؟ إذا ما استعملوا للأغاني بيسجلوا علي إشياء عن ال شو هالأفكار؟ شو هالأفكار عن جد؟ كل حكيتك حكم. تسلمي. عن جد. هلا موسم الأغنية الوطنية. موسم الأغنية الوطنية، لما فوزي أبو لوزي غنى الأغنية الوطنية وين كانوا كل هالمتواخذين بهالكلمة؟ ما راح أقول أنا بوزير. لا لا لا، بس وصلت وصلت. هلا في أغنية مثلا سجلتها، هلا هيدي الأغنية حلو، موطني. موطني؟ بس يعني ما بدي أقول، بس سبقوك عليها. لا يعني غلط، هيدا اللي مش عم بيعرفوا الجمهور والرأي العام. لما خطرت عبالي أغنية موطني، مجرد ما خطرت عبالي راحوا صاروا يسجلوها ويغنوا، هي بالأساس لألي. لا لألك الغنية. مين لحنا؟ مين؟ الأخوين فليفل. هو قال لي الأخوين فليفل بدي أنا لألك هيدي أعطيك إياها، هيدي بالأربعينات عم بحكيك، هيدي كنت بعد يمكن ما خلقتي بالأربعينات، مدري بالخمسينات. قال لي أنت يا فوزي هيدي الأغنية لألك. بس أخوين هو فليفل، هو الأخوين فليفل شخصيا. لا هن اثنين. شو اثنين؟ أخوين، هن اثنين أخوين فليفل. لا عم تحكي عن الرحابني، هو الأخوين الرحباني. أنت مضايع. هن اخوين فليفل، هن اثنين. مش هو ذاته اسمه اخوين؟ لا اسمه اخوين. ايه هو هن الاخوين قصدي. ايه بس لانه ايه قالوا لي لك. هلا انا مش بس اول مره، انا في مره عندي اغنيه ثانيه وطني اخذوها مني، راجع راجع يتعمر. ايه هي بالاساس لالي. لالك راجع راجع. عم تحكي جد؟ ايه لطشوها مني وغناها هو الملحن الله يرحمه زكي نصيف، اخذها هو بالاول وصاروا يغنوها كله. مش مهم، انا المهم ما يتحدوني بعقر داري. انا الاغنيه الوطنيه، انا اول من غنى اغنيه وطنيه. في عندي اغنيه انا ابنك يا هالبلد، غنيتها ديو انا وخطيبتي ام اولادي قبل ما تبلش ترقص، كانت تغني اسمها خواص الضعفيه. اكيد اكيد. يا ريت بتسمعنا هيك كم يعني على القليل هيك كوبليه صغير. ايه هي اسمها انا ابنك يا هالبلد. فضل. هي بتقلي انا بنتك يا هالبلد، بصير نغنيها مع بعض. ردادي قوالي انا ابنك يا هالبلد، أنا بنتك يا هالبلد، أنا ابنك يا هالبلد، أنا بنتك يا هالبلد، ابنك بنتك ابنك بنتك. حلو حلو حلو. أنا الأغنية الوطنية بالأساس، ما عنا شك أبدا أبدا. هلا هيدي عم بعملها كليب، بدنا نسمعها نحضرها للجمهور أغنية موت. هيدا سكوب لبرنامجي. ايه بدها تنزل الكليب عنا هلا. ايه هلا انا طلعت معي شوي انا عم بغنيها، طلعت موت سني في مطرح بالاغنيه. بس قلت له انا بالاستوديو بركي بزبط لي على الكمبيوتر، بشلت س بحط لي الطه. قال لي ما في عندي. كيف بدي؟ قلت له ما عندك حرف طه على اللابتوب. بشيلها هيك ركبها كوبي بيست منه. ايه بدي زبطها، وعدني قريبا. هلا شوف الكليب. وانت بتتوقع انه تكون احلى من اللي غنوها قبل؟ ايه ليك فوزي، ما حدا يتحدى فوزي بعقر داره. مع تحياتي واحتراماتي، انا حبيته بصوت اللوس. انا اللوس حبيته بصوته وبحترمه. بنوجه له تحيه لفنانين كبيرين لسه. انا بحبها كثير وبشجع الاغاني الوطنيه، ولكن كل واحد عنده ستيله بالنهايه. مثل ما فلان وفلان 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 عم بيغني، انا سمعته ما حدا احسن من حدا. حلو حلو. انا كمان حلو بدي غنيها. اكيد اكيد. شوفي هالكليب، يلا يا جمهور يتفرج على الكليب الحلو. لكن بنبقى مع كليب الفنان الكبير فوزي ابو لوزي. ياي يا سلام، احساس عطيه. ايوه الجمال والثناء والبهاء في رباك، في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك. هل أراك؟ هل أراك سالما رمضان وغانما مكرما؟
غانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ سماك تبلغ سماك موت سنين